وافق المجلس البلدي في جلسته الرابعة من دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي 13 للمجلس البلدي على طلب مشروع الضوابط والقواعد الخاصة بتسمية المدن والضواحي والمناطق والشوارع. نعم إيمان، ووافق المجلس البلدي خلال جلسته أمس على تخصيص وإنشاء مركز صحي ثان متكامل في منطقة عبدالله المبارك، والموافقة كذلك على تخصيص مسار كابلات أرضية بمنطقة الدوحة لتغذية محطات التحويل الرئيسية الخاصة بخدمة مشروع المدينة الترفيهية. بعد انقضاء الإجازة الصيفية عادت جلسات المجلس البلدي للانعقاد مجددا وبجدول أعمال غني بالموافقات للعديد من المقترحات، فبرئاسة عبدالله المحري وحضور كافة الأعضاء اعتمد المجلس البلدي العديد من الموافقات الهامة في الشأن البلدي. اليوم في جلستنا وافقنا على مشروع الضوابط والقواعد الخاصة بتسمية المدن والضواحي والمناطق والميادين. هذا المشروع يعني كان له أهمية كبيرة صراحة. في الفترة السابقة كنا نشوف عشوائية التسميات غرب جنوب، وهذه التسميات يعني فعلا ضيعت الناس في استدلالها على المناطق، فكان هذا المشروع له أهمية كبيرة. صدر من قرار وزاري من مجلس الوزراء، رفع على أخوانكم في المجلس البلدي. لعل أهم ما في هذا المشروع القرار اللي تضمن هذا المشروع رقم 800 بتاريخ 22/8/2022 اللي نص على إيقاف إطلاق تسميات على الشوارع والطرقات ويكتفي بترقيمها. في السابق كانت المناطق تسمى بأسماء الأشخاص على الرغم من أهميتها وأن هي لها رمز كبير بالنسبة لنا، إلا أنها تعيق عملية ترقيم صحيحة وترتيب مرجعيات الترقيم بالشكل الذي يسهل معه الوصول للمناطق عبر التطبيقات المختلفة. هناك مناطق جديدة استحدثت وهناك نمط هام لابد من الانتباه له، وهو الاعتماد على الخرائط الإلكترونية للوصول. الموافقات شملت أيضا تخصيص توسعة لموقع خزان تجميع مياه الأمطار تحت سطح الأرض في منطقة الأندلس، كما وافق البلدي على تخصيص مسار كابلات أرضية بمنطقة الدوحة لتغذية محطات التحويل الرئيسية والخاصة بخدمة مشروع المدينة الترفيهية. أيضا وافق المجلس البلدي بتفعيل معايير قياس الأداء في منظومة عمل بلدية الكويت. تم اليوم الموافقة على مقترحي بضم عمال النظافة إلى هيكل البلدية، وتحديدا في محافظة العاصمة مدينة الكويت. طبعا أنا سعيدة بالموافقة على هذا المقترح بتصويت أعضاء المجلس البلدي، وأنا أجزم أن بتطبيق هذا المقترح سيرفع من مستوى ونوعية النظافة في الدولة، وبالعكس راح يوفر في الميزانية. أخيرا وافق البلدي على اقتراح استبدال الأكياس السوداء الخاصة بالحاويات السكنية بأكياس صديقة للبيئة. رائد الشمري لتلفزيون دولة الكويت.